بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في برنامجكم وصايا. اليوم الوصية والوصايا وكل الوصايا في الوالدين، ما في وصية بعد وصية الوالدين، وليست هذه وصية إنسان لإنسان، إنما هي وصية رب الناس للناس. يقول الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. ووصينا هنا الوصية تأتي للوالدين قبل البشر كلها. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إذن هذه الوصية الجليلة العظيمة من رب العالمين لمن ضحوا من أجلنا وبذلوا الغالي والنفيس في سعادتنا. الوالدان اللي يعني يعطون ولا يأخذون، ويبذلون ولا يطمعون في أموال أولادهم ولا يطلبونهم شيئا، هذا هو حال الوالدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى أوصى بهما: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أوصى بالإحسان، قمة الإحسان إلى الوالدين، قمة الإحسان أن تحسن إلى الوالدين. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك، ها لاحظ عندك، يعني وليس في المستشفى أو في دار المسنين، عندك أنت وأنت وأنا وفلان، عندك إما يبلغن كبر أحدهما أو عندك يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هناك كثير من الناس ربما يأخذ: يا أخوي أخذ أبوي، أخذ والدي، هذا خلى عندك، هذا خلى أمي عندك، وكذا وكذا وكذا. سبحان الله، أي يعني أين هو البر بالوالدين اللي تعب من أجلك، تعب وبذل كل شيء من أجلك؟ ألا يستحقان منك العطف والحنان والرعاية والعناية؟ فلا تقل لهما أف. أف كلمة أف يعني ضجر، فما بالك ما فوق أف. ولا تنهوهما، تنهوهما يعني تدفعهما بالكلام، يعني يقول لك وتقول له، يقول لك وتقول له. لا، ولا تنهوهما أي لا تدفعهما بالكلام. وأما السائلة فلا تنهى، يعني لا تدفع بالكلام السائل، تعطي تعطي، ما تعطي اتركة، لا تدفع بالكلام. طيب إيش أقول إذا كان والدي يعنفني، يغلط علي، يسبني أمي، إيش أقول؟ قال: وقل لهما قولا كريما. ليس هذا فقط، مهما بلغت من العلم والمنصب والشهادة والوجاهة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مثل ما ربوك وانت صغير، انت ما استطع ان تربي نفسك. فالله سبحانه وتعالى جعل الوصايا للوالدين لما قدم من عطاء، لما قدم من بذل وعناء من أجل أبناء. هكذا يصنع بهما، هكذا يصنع بهما، والله إن ذلك يغضب رب الأرض والسماء. فإذا الوصية بالوالدين ليست هي وصية، إنما هي فطرة داخلنا، مثل ما كانت عند الوالدين فطرة عندهم إنهم يقدمون لك كل شيء. طيب أليس نحن أولى بتلك الفطرة أن نقدم؟ لأننا سنكون آباء في المستقبل. والله كثير من الناس نكثوا في آبائهم وأذاقوهم الويل. خل أقول لكم يعني السالفة بسيطة مرت علي، أوي قصص كثيرة جدا في هذا المضمار في هذا المجال. فواحد واحدة تقول: أخي أخي، تقول أخوها كان يعني يقول أمي عند أخي وجعل لها غرفة تجلس فيها، ويعني يعطيها من يقدم لها الطعام وشاب. يقول والدتك ما كبيرة في السن، فأخي كل يوم يعني مشكلة صارت بينها وبين زوجته، وزوجته ما تبي الأم حقيقة، لا يعني الأم ما فيها شيء أصلاً، لكن الزوجة ما تبي الأم تشاركها بيتها، وما كبيرة ويمكن مثلاً توسخ مكانها أو شيء يعني الشكل. فكل يوم تتذمر منها وتشتكي إلى زوجها: أمك 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 أمك. فهذا رجل كل يوم يقول: هذه أمي ما عندي غيرها، وهذه أمي وأنا مقفول فيها، ما عندي إلا أخت واحدة، وهذه أخت يعني ساكنة لوحدها وما عندها أحد. أمي وين تروح؟ قال: كيفك
ودها دا العجزة، ودها دا المسنين، ودها أي مكان. فسبحان الله إيش عمل؟ قام دخل على أمه يوم من الأيام بعد ما شحنت زوجته إنها طقتني وسبتني واشتمتني وكذا وكذا وكذا، فقام أخذ أمه وقال لها أنت سبب مشاكلي، سبب تعاستي، سبب كذا، وطردها من بيته وضربها، واتصل على أخته قال تأخذي أمي موجودة برا الشارع، بالشارع برا البيت. فجات أخته وخذت الأم وقالت يمه يعني كل هذا سواه فيك، ادي عليه. قال والله خاف ادي عليه يصير فيه شيء، وطاردها وضاربها وشاتمها، تقول أخاف انه يصير فيه شيء. تقول هذه الأخت، الأخت تقول لي أنا يعني شخصيا، تقول رأيت في نومي في يعني رؤية بأن أخي يده محترقة، يده محترقة اللي ضرب فيها، اللي ضرب فيها أمه. فكثير من الحكايات، لست هنا بصدد التأثير في عواطفكم، هذه ما في، هذه فطرة في الإنسان، أمه وأبوه. حتى الإنسان يوم القيامة المجرم اللي هو من أهل النار ما يفكر والله أن يضحي بأمه وأبيه. ولذلك الله عز وجل يقول يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يقول يا رب أخذ أولادي بس إني أنا أنجو، ما يقبل رب العالمين. وصاحبته اللي الزوجة وأخيه، قل زوجتي صاحبته اللي هي اللي يحبها واللي يخدمها واللي يعني ليست أي زوجة، وفصيلته التي تأوي، خذ عشيرتي، خذ طائفتي، خذ قبيلتي، ما يقبل رب العالمين. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، الله ما يقبل. طيب ليش ما قال وأمه وأبيه؟ ما فدى بأمه وأبوه، هو مجرم رايح النار، لا يمكن أن يفدي بأمه وأبوه. ليه؟ لأن الله وصى بهما، الله وصى بالوالدين. نعم في آية أخرى في قضية المحاسبة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل منهم يوم إذا شأنه يغنيه. لكن في قضية هذا المجرم اللي سيدخل النار لا محالة، لم يفتدي نفسه بوالديه، فكيف أنت تقصر في حق والديك؟ كيف تقصر في حق والدتك اللي تعبت من أجلك؟ كيف تقصر في حق والدك؟ كيف هذا الأمر يحصل؟ كان رجل في من كان قبلنا، هذه يعني رواها النبي عليه الصلاة والسلام عن بني إسرائيل، أن ثلاثة كما في صحيح البخاري دخلوا الغار، غار في كهف وهم في سفر، فأطبقت عليهم صخرة، تمام، فما عاد لهم منفذ، قالوا الموت لا محالة. فقالوا نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا، نتوسل إلى الله بصالح ما. طيب بلش أنت الأول، أنت الأول بلش. قال اللهم إنه كان لي شيخان كبيران، إنه كان لي شيخان كبيران يعني أم وأب كبار بالسن. فكان هذا رجل يذهب إلى عمله، كان قيل أنه حطابا وقيل غير ذلك، فكان يذهب من الفجر ويرجع عند غروب الشمس، فيلحق على والديه قبل لا ينام، ينامون أو ينام، فيقدم لهم اللبن. فيوم الأيام رجع متأخر، فلقى أو وجد أمه وأبوه نايمين، قد نام وأولاده يتضاغون من الجوع عند قدمه، وزوجته جائعة. قال لا والله ما حيشرب قبل أمي وأبوي، ما حد يشرب قبل والدتي، والدي والدتي ما يشربون أحد. طيب أوقظهم يشربون، قال لا حتى يستيقظا. فجلس عند رأسيهما رغم أنه طول النهار وهو يتعب، ومع ذلك سهر الليل، ما أراد أن يزعج والديه، وجلس عند رأسيهما، تمام. فبعد هذا لما استيقظ أعطاهم شبوا، بعدين أعطى عياله وزوجته. الحين يعطي أمه وأبوه ولا يعطي زوجته وعياله؟ يستاهلون، لكن الحين يعطي زوجته وعياله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالله فزاح عنهم الصخرة، والثاني قال ما قال، والثالث قال ما قال، فخرجوا جميعا. فإذا برك لوالدينك هي من جاه لك، نجاة والله في أحلك الظروف. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.